مرحبا جميعا، صباح الخير. مرحب فيكم بالويبينار اليومي المقدم من شركة وينزر. معكم رياض، واليوم 14 من شهر 8، وطبعا بالعادة نطلع على جدول البيانات الاقتصادية ونتابع الأخبار المهمة. نلاحظ في عنا من بعض الأخبار المهمة اليوم على الساعة 11:30 بتوقيت قبرص، أي 8:30 بتوقيت جرينتش، مؤشر أسعار المستهلكين الـ CPI. طبعا هذا المؤشر بيعطينا نظرة عامة عن التضخم، وفي حال كان هناك زيادة في التضخم بالتأكيد هناك احتمال أعلى لارتفاع أو لرفع الفوائد من أجل تخفيض التضخم. القراءة المتوقعة 2.3، وبدنا نشوف إذا ستصدر أعلى أو أقل من هذه القراءة. في عندنا أيضا مؤشر سعر التجزئة والقراءة السابقة المتوقعة 2.8، مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أو الكور المعدل 2.1 نفس التوقعات. أهم شيء طبعا نتابع المعدل الأساسي، ونتابع أيضا هناك أيضا على ألمانيا مؤشر الزيول الاقتصادي للثقة، القراءة متوقعة 19.3 بالناقص، وبالتالي في حال صدرت أقل راح تكون تأثيرها سلبي بشكل عام على منطقة الأوروبا. بعدها على الساعة أيضا 12 بتوقيت قبرص، أي على 9 GMT، في عندنا الإنتاج الصناعي لأوروبا، ومتوقع 0.4 بالناقص، يعني قراءة راح تكون متوقعة تكون سيئة عن القراءة السابقة. في عنا ايضا الجي دي بي او الناتج المحلي الاجمالي ايضا على اوروبا. الخبر طبعا هذا غير مهم بشكل كبير، لانه هو القراءه الاوليه لمؤشر الجي دي بي، فبالتالي متوقع ناقص 2% من اصل 0.0%. في عنا ايضا على الاقتصاد الامريكي على 3.5، اي على 12.5 بتوقيت جرينتش، في عندنا مؤشر أسعار المنتجين الـ PPI، أيضا هذا مؤشر التضخم، قراءة سابقة المتوقعة 0.2%، في حال طبعا صدرت أعلى من 0.2 راح تكون جيدة للدولار، ونتوقع انخفاض بالعملات وصعود بالدولار والعكس صحيح. في عندنا أيضا ريتيل سيلز أو مبيعات التجزئة، القراءة الأساسية كانت ناقص 0.4 ومتوقعة 0.4 أفضل من القراءة السابقة. بدنا نتابع 0.4 ونشوف إذا كانت أعلى أو أقل منها. ونهاية على الساعة 5 بتوقيت قبرص، أي على الساعة 2 بتوقيت جرينتش، في عنا مؤشر الثقة والمخزونات التجارية. من الأرقام طبعا ليست كثيرا مهمة، ولكن القراءة المتوقعة لمؤشر الثقة لمؤسسة اي بي دي اللي هي 47.4%، ومخزون التجاري طبعا اللي هو البزنس انفنتوريز بالانجليزي، القراءة هاي متوقعة عند 0.3%. خلونا طبعا نطلع على الشارت. طبعا لم يكن هناك العديد من الاخبار الليلة الماضية، لاحظنا ان هناك انخفاض بالنمو بالنسبة لألمانيا، انخفاض بسيط لم يكن ذو أهمية. ولاحظنا أيضا أن فرنسا لم تعطي أي نمو بتاتا البارحة، فبالتالي على ما يبدو كانت قليلا سلبية. ولكن بشكل عام مثل ما احنا شايفين ما زال اليورو يقوم بالصعود إلى الأعلى. إذا رحنا على تشارت الساعة مثل ما انتم شايفين، أدنى سعر انخفض إليه البارحة بعد الصعود منطقة 123 23، وأيضا لاحظنا خلال الليل الماضي لم يستطع الانخفاض تحت هذه النقطة، وأكمل صعوده إلى الأعلى إلى القمة التي انخفض منها تقريبا اللي هي منطقة 123.85، تعتبر أول نقطة مقاومة عند اليورو. في حال طبعا اخترقها نتوقع إكمال الارتفاع إلى الأعلى ليكمل اتجاهه إلى منطقة 124.40 اللي هي أعلى أسعار وصل إليها في تاريخ 7/8 في السابق، وفي تاريخ 6/8 طبعا. من ناحية أخرى من الأسفل، في حال استطاع اليورو الانخفاض تحت منطقة 123.50 راح يعطيه المجال للانخفاض إلى منطقة 123.23 أدنى أسعار وصل إليها البارحة. ومن ثم عندنا نقطتين قريبتين اللي هي هاي المنطقة 123.14 و 123،
بشكل عام انخفاضه تحت ال50 راح يعطيه المجال لينخفض تحت عند مناطق 23، فبالتالي ما زال هناك بعض النقاط على الطريق، ولكن أيضا ممكن الاستعانة بمؤشر فيبوناتشي للحركات التصحيحية من أعلى سعر إلى أدنى سعر. طبعا في حال لم يستطع اختراق 23.85 وكانت هي القمة وابتدأ الانخفاض، بالتالي ممكن استعمال مؤشر فيبوناتشي. ومنلاحظ أن 50% تقع عند 23.12 اللي هي قريبة أيضا من الرأس الذي ارتفع عليه وانخفض في تاريخ 10/8، فبالتالي قد تكون هاي النقطة نقطة جيدة وممكن أنه نتابعها. من ناحية أخرى، من الأعلى على تشارت الأربع ساعات مثل ما أنتم شايفين، في حال أكمل الصعود إلى الأعلى متوقع إكمال الاتجاه إلى مناطق 124/40 مثل ما تكلمنا، وطبعا في حال اخترق هاي النقاط أهم النقاط على اليورو، وهي أيضا مثل ما أنتم شايفين المتوسط المتحرك ل 55 يوم على الشارت يقع عند 124.31، يعني تقريبا قريب نقطة الـ40. في حال اخترقها نتوقع ارتفاعه بشكل أولي إلى 25.05، ومن ثم إلى مناطق 26، ومن ثم إلى مناطق 130 على المدى المتوسط. بالنسبة للاسترليني مقابل الدولار، نلاحظ أنه ما زال يتحرك بشكل جانبي لعدة أشهر بين مناطق 154 و157.70. حاليا طبعا البارحة أو يوم الجمعة الماضي لم يستطع الانخفاض تحت منطقة 55.70 أدنى أسعار وصل إليها بالسابق وارتد منها، ويحاول عدة مرات الصعود إلى الأعلى. حاليا أعلى أسعاره وصل إليها تقريبا 157.14 أو 15. أول نقطة مقاومة عنده منطقة 157.30 اللي هي النقطة التي ابتدى الانخفاض منها بالسابق عند نمط الرأس والأكتاف في السابق مثل ما أنتم شايفينه، هذا الرأس وهذا الكتف الأيسر وهذا الكتف الأيمن، فبالتالي اختراقه لنقطة الكتف الأيمن السابق راح يعطيه مؤشر لمحاولة مرة أخرى لتجربة كسر منطقة 157.70. طبعا هاي النقطة في حال اخترقها راح تعطينا قراءات على المستوى المتوسط والطويل لاحتمالية صعود الاسترليني إلى الأعلى للتوجه إلى مناطق 160/70. طبعا هناك بعض النقاط الدعم والمقاومة على الطريق، ولكن تعتبر هذا الهدف الأساسي على المدى المتوسط في حال توقف عن النمط الذي كان يتحرك فيه. من جهة أخرى، من الأسفل إذا رحنا على تشارت الساعة، بنلاحظ أنه اليوم لم يستطع انخفاض تحت ال 56.72، والبارحة مناطق 156.77، وهناك أيضا البارحة أدنى أسعار كان عند مناطق 56.55. ممكن الاستعانة بهاي النقطة كنقطة دعم، وبالتالي في حال استطاع اختراقها نتوقع انخفاضه إلى الأسفل. هناك بعض النقاط البسيطة ولكن ليست بالنقاط المهمة، وبالتالي يعطينا مؤشرات لمعادة الانخفاض. بشكل عام مازال الاسترليني قوي من ناحية الصعود مثل ما انتم شايفين، بما انه لم يستطع الانخفاض تحت هاي المناطق 70 و55، راح يبقى اتجاهه صعودي حتى يحاول اختراق مناطق 30 ثم الى مناطق 70. بالنسبة لعملة أخرى، خلونا نطلع على الدولار مقابل الين. ما زال طبعا من منتصف أو من 23/7 يتراوح بين مناطق 77/90 ومناطق 78/78. لاحظنا طبعا يوم الخميس الماضي انخفاضه من المنطقة العليا وانخفاضه أدنى شيء إلى مناطق 78/15 اللي هي قريبة أيضا من أدنى أسعار وصل إليها، ولكن بشكل عام نلاحظ أنه ما زال يتراوح بالشكل الجانبي، فأي صعود إلى مناطق 78/70 تعتبر فرصة جيدة للشراء للبيع عفوا، وأي نقطة تحت مناطق 78 حتى مناطق 77/90 تعتبر فرصة جيدة للشراء. طبعا في حال اختراق النمط هذا من الأعلى، أول نقطة نتوقع ارتفاع عليها هي نفس النقاط السابقة منطقة 79/15، ثم منطقة 80، ثم منطقة 80/60. من الأسفل اختراقه إلى مناطق 77/90
راح تعطيه فرصة أخرى لمحاولة اختراق في 77-60، وفي حال اخترقها الانخفاض الكبير سيبتدئ، والاتجاه النزولي على المدى المتوسط بهذا الشكل سيكمل طريقه إلى مناطق 76 أو 75.5. ولكن في حال لم يستطع اختراق هذه المناطق، نتوقع أنه يقوم بعمل دبل بوتوم بما يسمى، أو أدنى سعر مرتين على نفس النقطة ويكمل اتجاهه إلى الأعلى بهذا الشكل على تشارت المتوسط المدى. بالنسبة للدولار مقابل السويسري أيضا، نلاحظ مثل اليورو يتجه إلى النقاط المهمة، مناطق ال 96-70 أو 96-60 تقريبا، المناطق التي بالفعل قام باختراقها بالسابق ولم يستطع العودة عليها مرة أخرى. رح نستعين عنها ونستعمل أدنى أسعار وصل إليها عند 96-55، ونلاحظ النقطة التي ابتدأ منها الانخفاض 96-95 حاليا يحاول اختراقها. في حال استطاع اختراق هذه النقطة، بالتالي نتوقع أنه يكمل اتجاهه إلى الأدنى، ليكمل اتجاه إلى 96-55. في حال استطاع اختراق 96 على تشارت اليومي، مثل ما أنتم شايفين متوسط المتحرك يقع عند 96-65، وهي قريبة من النقاط هاي، اختراقه إلى هاي المناطق راح تعطيه دافع للانخفاض إلى مناطق ال 94 ومناطق ال 95، ولكن هناك عدة نقاط دعم على الطريق. من ناحية أخرى، من الأعلى عدم قدرته لاختراق ال 96-95 وال 96-55 راح تعطيه فرصة لمحاولة الارتفاع فوق ال 97.5، ومن ثم صعوده إلى مناطق ال 98.10، ومن ثم ال 98.5، ومن ثم ال 99.10. بالنسبة لنهاية، بالنسبة للذهب، بنلاحظ أيضا أنه بعد الصعود الذي حصل البارحة وبعد اختراقه لمنطقة ال 18، لاحظنا انخفاض كبير وصل أقل شيء إلى نقطة الستة تقريبا، مثل ما أنتم شايفين القناة الجانبية بهذا الشكل. فبالتالي قام بالإمساك بالسوق عند هاي النقاط وعاول الارتفاع إلى الأعلى. حاليا بدنا نشوف إذا سيستطع الذهب الصعود مرة أخرى فوق نقطة ال 1619.80 تقريبا، أو ال 1620. في حال استطاع أنه يصعد فوقها، راح يعود مرة أخرى إلى مناطق ال 28 وال 27، وفي حال اخترقها راح يصعد أيضا إلى المناطق العليا. من جهة أخرى، في حال استطاع اختراق النمط الصعودي بهذا الشكل، فبالتالي هناك فرصة لمعاودة الانخفاض تحت نقطة ال 1605 و 1603، وفي حال اخترق تحت هاي الأدنى أسعار بالتالي راح ينخفض إلى الأسفل بشكل كبير، قد يتوقف عند نقطة ال 84، أو قد يكمل الاتجاه عند نقطة ال 70 أو حتى أدنى أسعار التي صعد منها تقريبا في تاريخ 24/7. نلاحظ أيضا داخل النمط هذا هناك نمط آخر لقناة جانبية على النفط بهذا الشكل، فبالتالي أيضا القناة تقع عند مناطق 1603-1605 تقريبا أدنى أسعار وصل إليها. تعتبر هذه النقاط نقاط مهمة، في حال اخترقها راح تعطي حركة سلبية على الذهب لاحتمالية انخفاضه إلى الأسفل بشكل كبير. وأيضا إذا ملاحظين طبعا متوسط المتحرك لخمس وخمسين يوم يقع عند منطقة 1602 أو 1603 تقريبا، قريبة من هاي النقاط، فاختراقه عند هاي النقاط متوقع انخفاض كبير قد يصل إلى مناطق 70، وفي حال لم يخترق هاي النقاط راح يعاود الصعود إلى الأعلى ضمن القناة السعودية بهذا الشكل، ويحاول اختراق مناطق المهمة على المدى الطويل والمتوسط اللي هي 1639. خلونا نطلع على النفط. بالنسبة للنفط على تشارت الساعة، بنلاحظ البارحة بعد الانخفاض يوم 13 شهر البارحة إلى مناطق 92-49 تقريبا، لاحظنا تقريبا أيضا اليوم ليلة اليوم لم يستطع الانخفاض تحتها، وكانت فرصة جيدة للشراء تقريبا المنطقة هاي،
وصعد إلى النقاط التي انخفض منها بالفعل اللي هي منطقة ال 93-50. طبعا في حال استطاعته لاختراق هاي النقاط نتوقع ارتفاعه مرة أخرى عند ال 94-15، وراح تكون سهلة اختراق هاي النقاط لمحاولة الارتفاع عند ال 94-65 أو ال 94-70 تقريبا. ومن جهة أخرى في حال انخفض إلى الأسفل تحت ال 92.5، هناك فرصة للانخفاض إلى مناطق 92 ومن ثم 91.70. طبعا كان هذا التحليل للعملات الرئيسية وبعض السلع لليوم. شكرا للمتابعة، ونتمنى لجميعكم تجارة موفقة.